بداية خليني أقول قدر الله وما شاء فعل، وأشكر قناتكم موقرة على هذه الاستضافة، وأشكر كل من منحني الثقة من أبناء وطني وأبناء الدائرة الثالثة، وأسأل الله التوفيق للجميع لخدمة هذا الوطن. الحمد لله رب العالمين، اليوم صدر الحكم. المهم في هذا الحكم أنه أعطى مساحة وأعطى حكمة باستمرارية المجلس، ونحن لسنا أنانيين حتى نود أن يكون الكراسي لنا أبدا، بل الحمد لله رب العالمين في استمرارية المجلس للإنجاز خروج من آلية الإبطالات وعملية الإبطالات. الحكم حقيقة جاء بعد إعادة التجميع، وأظهر القضاء يعني إنصافه للحق حين كان للأخ نبيل الفضل، وبالنسبة كذلك للأخ الفاضل عبد الحميد دشتي باتجاه الدكتورة معصومة مبارك. لا يمكن لنا أن نتكلم في أحكام القضاء أو نقول أن أحكام القضاء شيء فيها مبين، لا أبدا، هي أحكام القضاء جاءت بذهاب بإعادة التجميع، وأظهر أن الأحقية أن يكون عضو مجلس الأمة الأخ نبيل والأخ عبد الحميد دشتي. لسنا معترضين على هذا الأمر، بل نقول دائما نحن مواطنون، وأينما نوضع فنؤدي واجبنا ونكون عند حسن الظن، والحمد لله رب العالمين في هذا المجلس الحمد لله رب العالمين قبضت حبها الكويت، وهذه الاتصالات الكثيرة التي تأتي يعني تؤازرني وتبارك لي بأني خرجت من مجلس الأمة، وأنا الحمد لله في حقيبتي مجموعة من الإنجازات والحمد لله رب العالمين في هذا الأمر. هذا هو المكسب الحقيقي، وهذا هو المكسب الذي نراهن عليه. اليوم الشعب الكويتي وضع أمام عينه تقييم النواب، والحمد لله رب العالمين الذي ظهرنا بمظهر الجيد أمام الشعب الكويتي، ونقول لهم للشعب الكويتي بيض الله ويكم من شرقها لغربها ومن شمالها لجنوبها، الله يكسر من أمثالكم، وإن شاء الله رب العالمين يستمر هذا المجلس، وهذا المجلس إن شاء الله سيكون ملتزما بالدستور ويحافظ على الدستور ويؤدي الأمانة التي عليه ويؤدي الإنجازات التي يطلبها كل المواطنين أينما نوجد، فسنؤدي واجبنا سواء كانت في المجلس أو خارج المجلس، ونحن كذلك سنكون إلى الأبد بإذن الله مواطنون فعالون في المجتمع وليس مواطنين سلبيين تجاه أي مظاهر. أستاذ أسامة، المحكمة الدستورية أيضا قررت صحة العملية الانتخابية، ما هو رأيك؟ والله هذا هو الشيء المفرع، ومثل ما قلت لك بالأول هذا هو الأمر الذي كنا يعني واضعين إيدنا على قلبنا فيه. حرام هذا الوقت والجهد الذي قطعوه الأخوة النواب، حرام كذلك الذي دخل في السباق النيابي، كل هذا التعب يذهب بإبطال. الحمد لله رب العالمين أن أظهر صحة الانتخابات، لسنا نرى في هذه المسألة إلا الكويت والاستقرار العام، نحن نريد استقرار الكويت، نريد الكويت أن تستقر، نريد البرلمان أن يستمر بإذن الله، وهذا هو الإنجاز وهذا هو النصر الذي نراهن عليه، ونقول كلمة واحدة أن هذا هو العهد. ونحن دائما نقول كلمتنا أخوي الفاضل، نحن نريد الاستقرار، ونقول للكل استبشروا خير إن شاء الله في العملية الانتخاب، في العملية أصبحت عملية صحيحة 100% لا إبطال، والآن على الجميع أن يتعاون للدفع خطوات للأمام، لا بالدفع أو تعطيل يعني الدفع للأمام أو تعطيل التنمية. نقول دائما لإخواننا وللزملاء النواب والأخوة الأفاضل، هذا هو دوركم اليوم، ويجب عليكم أن تكونوا الآن جام همكم هو إنجاز المشاريع والدفع بالقوانين والتشريعات التي تخدم المواطن، تخدم الطبقة المتوسطة، تخدم جموع المواطنين البسطاء. لا ننظر بعين واحدة ولا ننظر لكف واحدة، اليوم الشعب الكويتي ينتظر، ونحن الآن بحكم الآن أنا الآن أصبحت مواطن كذلك، اليوم أنا أنتظر، وأود حقيقة أن القوانين التي اقترحت منا ومن الدكتورة معصومة أن تكون هي كذلك النظر لها من جديد والدفع لها، خصوصا أننا نريد اليوم من المجلس أن ينجز القوانين التي تهم المواطن وتعجل من عملية التنمية وحل القضايا العالقة. نعم، النائب المبطل عضويته أسامة طاحوس، شكرا جزيلا لك.